أعزائي طلبة وطالبات المعهد الفني الصحي بأسيوط شعبة صيانة الأجهزة الطبية، أهلا وسهلا بكم في مادة الورش الهندسية. في محاضرة النهاردة هناخد الفصل الرابع اللي هو بعنوان الإنجينيرينج مترولوجي أو القياسات الهندسية. عملية القياس دي مهمة جدا في أي ورشة، سواء بعمل عمليات يدوية أو بشتغل على الماكينات. على سبيل المثال، لو عايز أعمل ريدكشن في قطر، عايز أعمل عملية خراطة في قطر معين من 10 ملي ل 7 ملي و45 من 100 ملي، يعني عايز أنزل بالبعد أو بالقطر من 10 ملي ل 7 و45 من 100 من الملي. فإذا أنا محتاج أداة قياس تقرأ لحد جزء من الملي، 45 من 100 ملي، يبقى كده محتاج أدوات قياس. قيس على ذلك، عايز اعمل عمق معين، عايز اوصل لثيكنس معين، لسمك معين، وبالتالي محتاج ادوات القياس المختلفة في الورشة. من ادوات القياس وابسطها على الاطلاق الموجودة في الورشة مسطرة القياس او الستيل رول او قدم القياس، بسموه قدم القياس او قدم الصلب، عبارة عن قدم او مسطرة من الصلب زي ما هو موضح زي ما انت شايف كده، بأطوال مختلفة زي المسطرة العادية اللي بتشتريها 20 سنتي و30 سنتي. هتلاقي في ناحية من النواحي تدريج بالملي والناحية التانية تدريج بالبوصة. يستخدم قدم الصلب أو مسطرة القياس دي في قياس الأطوال بدقة بتوصل لحد 1 ملي، أو في بعض القدم بيكون لحد نص ملي. هتلاقي في شرطة كده بين الشرطتين، بين كل ملي وملي في شرطة صغيرة كأنها نص ملي. إذا قدم القياس ده بيستخدم في قياس الأطوال حتى دقة 1 ملي أو نص ملي. البرجل أو الكاليبر ده بيستخدم لنقل الأبعاد أو يستخدم لقياس الأبعاد الخارجية. الموجود ده برجل لقياس الأبعاد الخارجية، زي عمود عايز أعرف القطر بتاعه كام، فبستخدم البرجل ده. بعد ما استخدم البرجل ده خلاص، حطيت لو في عمود هنا مثلا، فأحط البرجل حواليه، وبعد كده بنفس الفتحة دي من غير ما تتغير أروح أوديها على قدم القياس على مسطرة، أشوف الفتحة دي أو القطر ده كام ملي أو كام سنتي. إذا الكاليبر ده من أدوات القياس الغير مباشرة، يعني ما بيدينيش البعد كام، محتاج أعرف البعد عن طريق مسطرة زي ما هو موضح بالشكل ده. في بعض البراجل بيبقى لها مسمار هنا، لو تقدر تلف المسمار ده تلاقي ايه الجزئين دول يبعدوا عن بعض، تلف الناحية التانية يقفله، ده بيكون ايه ادق، لان انت ممكن في البرجل المنوعية دي ممكن بعد ما حطيته على العمود تيجي تحطه على المسطرة فتلاقي ايه بذلت قوة عليه، فممكن يتفتح منك شوية او يتقفل، فالبعد ممكن يتغير. لكن ده ايه هيسمح لك ان انت تربط على المسمار، حتى لو ضغطت هنا ايه مش هيضمه على بعضه او مش هيفتح، يبقى ده البرجل. البراجل الموجودة اللي قدامك دي بتستخدم لقياس الابعاد الخارجية. في براجل اخرى بتستخدم لقياس الابعاد الداخلية، بيبقى شكل البرجل السن ده بدل ما هو داخل لجوه هتلاقيه فاتح لبره، هتلاقيه فاتح لبره. بعد كده القدم ذات الورانية أو الفيرنيال كاليبر. الفيرنيال كاليبر أو القدم ذات الورانية تستخدم لقياس الأبعاد الخارجية والأبعاد الداخلية، وتستخدم لقياس الأعماق. لو عندي جزء معين عايز أعرف السمك بتاعه، عايز عمود عايز أعرف القطر بتاعه، فتحة داخلية عايز أعرف القطر بتاعها، عايز أعرف عمق الفتحة دي كام، يبقى دي استخدامات القلم ذات الورانية. طب ما أنا أعرف الحاجات دي باستخدام مسطرة أو برجل ومسطرة. لا، البرجل أو المسطرة هتلاقي الدقة بتاعتها آخرها 1 ملي أو بالكتير خالص نص ملي. طب أنا عايز دقة أعلى من كده، عايز 2 من 10 ملي، عايز 3 من 10 ملي، عايز 5 من 100 ملي، عايز 2 من 100 ملي، يبقى المسطرة مش هتنفع، هستخدم القلمة ذات الورانية. يبقى تستخدم القلم ذات الورانية لقياس الأبعاد الخارجية زي قطر خارجي العمود أو سمك الأجزاء أو
قياس الأقطار الداخلية أو الأبعاد الداخلية، أو بتستخدم في قياس الأعماق. تمتاز بإيه؟ بالدقة. الدقة بتاعت القنمازات الأورانية ممكن توصل لخمسة من مية ملي أو اتنين من مية ملي كمان. أدي شكل القنمة ذات الورانية، مكوناتها في قدم القياس مين سكيل أو التدريج الرئيسي، ده بيكون ثابت، وفيه الفيرنير أو الورانية، وده التدريج المتحرك، هتلاقي الورانية بتتحرك يمين وشمال. وأدي الفكين، فك ثابت فيكسد جو، وفك متحرك السلايدنج جو اللي هو ده، ده الفك المتحرك بيتحرك مع الورانية. هحط قطعة الشغل اللي أنا عايز أعرف الطول بتاعها كام أو الثيكنس بتاعها كام بين الفكين دول، وأشوف القراءة اللي هنا. كيفية القراءة على القلم ذات الورانية مجهز لكم فيديو، هحط لكم الرابط بتاعه في الكومنتس تحت، فحاولوا تفتحوا الفيديو ده هتشوفوا ازاي استخدم القلم ذات الورانية أو بيسموه البوكليز في قياس الأبعاد بدقة. بعد كده المايكرومترز. المايكرومترز برضو بيستخدم لقياس الأبعاد الداخلية والخارجية والأعماق والأقطار زي القدمة بالظبط. طب أمال عملنا للمايكرومتر لما القدمة كانت كفاية؟ المايكرومتر أدق من القدمة. المايكرومتر ماله أدق، الدقة بتاعته بتوصل لواحد من مية ملي، ويمكن كمان أكتر من كده، يعني واحد من ألف ملي كمان. يبقى واحد من يوصل المايكرومتر لواحد من مية ملي، القدمة آخرها اتنين من مية، والمشهورة تلاقي خمسة من مية ملي، لكن عايز أدق من كده أقرا لحد واحد من مية ملي يبقى استخدم المايكرومتر. أدي مكونات المايكرومتر، فيه السندان، الجزء ده اسمه السندان أو الأنفل، الجزء ده اسمه العمود الدوران اللي بيدور سبندل، يبقى ده بيلف، وبعد كده في صامولة ربط بعد ما أنا خلاص ربطت على قطعة الشغل عشان ما يتحركش العمود، فبربط اللوك ده اللوك نوت. وادي الفريم اللي هو على شكل حرف سي، ده الفريم بتاع المايكرومتر. وادي الجلبة، دي ثابتة التدريج الثابت ده. وادي الثمبل او الجلبة الدوارة، دي بتدور، ادورها بايدي كده لا هتلف، وبالتالي الصامولة يتحرك يمين وتتحرك شمال لو انا لفيت الناحية التانية. وفي هنا سقاطة عشان اعمل ستوب بقى، دي بتدور هتلاقي اعرف ازاي ان خلاص مش محتاج ادور تاني، تلاقيها تعمل صوت. كيفية القياس على المايكرومتر مجهز لكم فيديو برضو باستخدام كيفية القياس على المايكرومتر، هحط لكم الرابط بتاعه في الكومنتس. المايكرومتر ثلاث انواع، يعني بالقدمة ممكن قدمة واحدة أقيس، قدمة ذات الورانية أقيس أبعاد خارجية وداخلية وأعماق، لكن المايكرومتر عايز أقيس أبعاد خارجية ما هو في مايكرومتر مخصص لقياس الأبعاد الخارجية، عايز أقيس أبعاد داخلية في مايكرومتر مخصص لقياس الأبعاد الداخلية، عايز أقيس أعماق في مايكرومتر مخصص لقياس الأعماق. يبقى عشان أقيس التلات حاجات دول محتاج تلاتة مايكرومترز، ومحتاج قدمة ذات ورانية واحدة، القدمة ذات الورانية بتمتاز إنها 3 في 1، المايكرومتر لا 1 في 1، كل مايكرومتر ليه استخدام. يبقى 3 أنواع، في نوع لقياس الأعماق، وفي نوع لقياس الأبعاد الخارجية، ونوع لقياس الأبعاد الداخلية. لو عايز اقيس زوايا بستخدم المنقلة اللي هي البروتراكتور، بروتراكتور يعني منقلة، سيمي سيركولار يعني نص دايرة. ادي شكل المنقلة، وكلنا نعرف نستخدم المنقلة عشان نقيس بيها، استخدمناها عشان نقيس على الورقة العادية قلم رصاص والكلام ده، لكن في الورش بتكون المنقلة دي معدنية مصنوعة من الستيل من الصلب. من أدوات القياس اللي هي تقدر تقيس أكتر من حاجة، حاجة اسمها الكومباينيشن سيت، بتقدر تقيس بيها أطوال أهو، في
الرول هنا، تقدر تقيس بيها زوايا، ادي البيفل بروتراكتور، تحدد الزاوية بتاعتك. يبقى كده متعددة، اقيس بيها اطوال واقيس بيها ايه زوايا، ده كومبينيشن ست. ادي اقدر اعمل بيه 90 درجة، يعني كأنه في زاوية قائمة عندي، واقدر اعمل بيه الزاوية اللي انا عايزها باستخدام المنقلة البروتراكتور دي. الانسبكشن جيجز او محددات القياس دي بتستخدم في عمليات الفحص. لو انا بنتج كميات كبيرة، والكميات الكبيرة دي عايز اعرف يا ترى فعلا هي مطابقة للمواصفات ولا لا. افترض بنتج مسامير، والمسمار ده له طول معين وله قطر معين، عايز اعرف الطول مطابق للمواصفات ولا لا. افترض الطول ده 5 سم، معقولة كل المسامير هتطلع 5 سم بالظبط؟ لا، تطلع 5 سم وحتة، 4 سم وحتة، أو 5 سم إلا حتة، نتيجة حاجات طبيعية يعني بتحصل variability أو تباين في عملية الإنتاج والكلام ده. القطر، عايز القطر 5 مللي، هل هيطلع 5 مللي بالظبط؟ لا، ده 5 مللي مثلا وواحد من عشرة، 4 مللي وتسعة من عشرة. طيب المواصفة بتقول ايه؟ مثلا هتقول المواصفة الاقطار بتاعت المسامير دي ما تقلش عن 4.9 وما تزيدش عن 5.1، يبقى معاك من 4.9 و5.1. هل هجيب قدم مثلا واقعد اقيس كل مسمار طالع؟ عملية مكلفة بتاخد وقت كبير. امال ايه البديل؟ محددات القياس. محدد القياس موجود فيه الرينج اللي هو 4.9 على سبيل المثال، وال5.1، احط فيه العمود زي ما انت شايف اهو، الشافت اهو، وادي محدد القياس اهو، ده محدد القياس. في قطرين، قطر ده، القطر ده الكبير ده مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه جو، والقطر اللي اصغر منه ده مكتوب عليه نوت جو. يعني المثال اللي احنا ضربناه قلنا بين 4.9 مللي وبين 5.1 مللي، يبقى النوت جو ده كام؟ ده 4.9 مللي، والجو 5.1 مللي. اجيب المسمار او العمود، لو دخل في الجو وجا عند النوت جو ما دخلش، يبقى مطابق. لو دخل العمود في الجو في الفتحة دي وفي نفس الوقت ما دخلش في النوت جو، يبقى مطابق. طب لو دخل في الجو ودخل برضو في النوت جو، يبقى اقل من 4.9 النوت جو او اي قطر طبعا حسب المواصفة، يبقى ده غير مطابق. لو طيب لو ما دخلش في الجو، يبقى ده من باب اولى غير مطابق، ما دخلش في الجو، يبقى القطر ده اكبر من 5.1، اكبر من المواصفة، يبقى غير مطابق. طب لو ده لو كان ايه عمود، طب لو فتحة بعمل لها محدد بالشكل ده، وادي الجو اهو وادي النوت جو، احط المحدد ده في الفتحة، لازم يدخل في الجو في ده، ده يدخل ويجي عند النوت جو ما يدخلش، يبقى كده هيبقى مطابق. طب ادخل الجو ما دخلش، يبقى غير مطابق. طب الجو دخل والنوت جو دخل، يبقى برضه غير مطابق. عشان يبقى مطابق يبقى اجي ادخل الجو يدخل والنوت جو ما يدخلش. في بعض المحددات هيبقى الجو في طرف والنوت جو في الطرف التاني، يبقى الفتحة هتمسك المحدد تدخل الجو، تقلب تدخل النوت جو وتشوف. فيه المواسير لها ايه محدد بالشكل ده، 4ID اللي هو الانترنال دايمتر القطر الداخلي، والناحية التانية الاوتر دايمتر. يبقى كده اقدر اقيس اشوف الماسورة دي احط فيها الجزء اللي من تحت ده، ده 4 internal diameter القطر الداخلي، والمن فوق ده قطر الخارج، احط الماسورة ما بين الفكين دول واشوف. يبقى دي محددات القياس. برضه اعمل لكم فيديو مفصل عن محددات القياس، هحط لكم الرابط بتاع الفيديو ده في التعليقات. الواير جيج او محدد لقياس الاقطار بتاعه الاسلاك او الشرائح الصغيره زي الموس مثلا، فعايز اعرف يا ترى السمك ده مطابق او القطر بتاع السلك ده مطابق ولا لا. فادي في فتحات معموله بكل قطر، مثلا ادي 2 وادي 2.25. افترض المواصفه بين 2.25 وبين 2، اجيب السمك
بتاع المشغولة زي الموضح ده وادخلها في الفتحة. لو المواصفة قالت بين 2.25 وبين 2 يبقى ادخلها في 2.25 ما تدخلش، او ادخلها معذرة في 2.25 تدخل، اجي ادخلها في 2 ما تدخلش، يبقى كده بين 2 وبين 2.25، او بين 2.5 و2.25 المفروض عشان تبقى مطابقة ادخلها في 2.5 تدخل، معناها السمك بتاعها اقل او يساوي 2.5. طب اجي ادخلها في 2.25 المفروض ما تدخلش، لو دخلت يبقى اقل من 2.25، يبقى كده غير مطابق، يبقى عشان تبقى مطابق تدخل في 2.5 وما تدخلش في 2.25. دي محددات قياس الاسلاك او الحاجات الشرايح اللي سمكها صغير. الدايل انديكيتور او العدادات بيكون فيه العداد في نهايته جزء كده عامل زي الابره، والجزء ده اللي هو التدريج اللي عامل زي الساعه. مجرد ما تمر العداد ده على اي سطح افقي هتلاقي المؤشر ده بيتحرك، المؤشر ده بيتحرك بيحدف يمين وشمال زي العقرب بتاع الساعه بالظبط. طب ده بيستخدم ليه الدايل انديكيتور؟ عشان اقيس يا ترى السطح ده فلات ولا لا، يا ترى عندي مثلا شريحه صغيره او لوح من الصاج، عايز اعرف اللوح ده يا ترى افقي تماما او مسطح ولا فيه حاجه عاليه وواطيه، فبستخدم ايه الدايل انديكيتور ده، امرره على السطح والمفروض لما يدخل لتحت تلاقي المؤشر ده بيحدف يمين، يطلع لفوق يحدف شمال. المفروض فيه رينج معين، مثلا اقول العداد ده ما بين مثلا 70 وبين 20، يبقى دي المواصفة، والله هعدي على السطح كله، لو حدف اكبر من 20 يبقى غير مطابق، حدف اكبر من 70 يبقى غير مطابق. المفروض يبقى ايه ما بين 20 و70، يعني في المنطقة دي، يحدف في المنطقة دي عشان يبقى مطابق. من أدوات القياس اللي بتستخدم في عملية الأسمبلي أو التجميع أو عملية الفحص الفيلر جيج. الفيلر جيج عبارة عن شرائح رقيقة جدا مصنوعة من صلب أو الستينلس ستيل أو الصلب الذي لا يصدأ، موجودة بخلصات صغيرة أو سمكات صغيرة جدا، تستخدم في قياس الكليرنس أو تقيس الكليرنس ما بين جزئين معينين. كليرنس اللي هو الفجوة الصغيرة دي او الخلوص الموجود بين الجزئين دول. في عمليات التجميع بستخدم الفيلر جيج دي، يعني افترض عايز مثلا احط رمان بالي في الهاوسنج او في البيت بتاعه، او عايز جزئين معينين اركبهم مع بعض والكليرنس او الخلوص ما بينهم صغير، وبالتالي مش هحتاج او مش تنفع القدم القياس ولا القدم مذات الورانية ولا الميكروميتر، فلازم من وجود شرائح صغيرة رقائق صغيرة. الفيلر جيج ده رقائق صغيرة موجودة بثيكنس صغير جدا، يعني لو بصيت للفيلر جيج الموجود قدامك ده هتلاقي فيه واحد فيهم 12 من 1000 مليمتر وواحد من 100 مليمتر وهكذا 8 من 100 مليمتر. يبقى كده هشوف انا الكليرنس او الخلوص ما بين الجزئين دول، هدخل الفيلر جيج ده واشوف لو دخل 12 من 1000 يبقى السمك في حدود 12 من 1000 ملي، لو 12 من 1000 ده لا صغير فيه كمان خلوص كمان ادخل الاكبر منه 1 من 100، الواحد من 100 لو دخل وفيه مسافة كمان تانية ادخل 8 من 100 اكبر منها، لو 8 من 100 ما دخلتش ارجع بقى مين للواحد من 100 وهكذا. يبقى الفيلر جيج ده بيستخدم في قياس الكليرنس او الخلوص. أتمنى تكون محاضرة اليوم واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا لحسن استماعكم.